السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. سعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا وحبتنا الطيبين الغاليين في قناتنا، قناة انسايت بلجيم من داخل بلجيكا. شلونكم يابا؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظكم ويسلمكم ان شاء الله. حبايبي الطيبين، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلقات شوكات خاصة ببرنامج من واقعنا. اليوم طبعا احنا في ساحة فلاجي اللي هي هذه الساحة اللي امامكم اللي ورانا وراي مباشرة. هاي الساحة في وسط المغرسل، جو جميل، قبل شوية مطرت طبعا، جو بين الجميل وبين المو جميل. شلون اقول لكم؟ يعني يومية 4 فصول باليوم في بلجيكا، مرة تمطر مرة شمس تطلع مرة حارة مرة خريف، المهم جو بلجيكا متقلب، المهم لكن الجو حلو هالسلام. يابا اليوم موضوعنا عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن شنو؟ عن الزواج، عن الزواج ومطالب الزواج وأمور الزواج. تعرفون هناك بالعراق أمور الزواج تختلف عن هنا أكيد، يعني هناك إذا مثلا تزوج الشاب وتقدم على بنت سواء كان يحبها أو ما يحبها أو قرايبة أو غريبة أو ما شابه ذلك، أكيد يتقدم ويتفقون على الحاضر والغايب. زين عيني، 5 بـ5، 10 بـ10، زين ماكو اشكالات. وهي هاي هذا الك مثل ما يقول، دائما احنا نقول يابا ايش قد ما يخليه هو الهم يعني اله، بس هنا الموضوع يختلف يا جماعة الخير. واي عندي اصدقاء، واي عندي اصدقاء عراقيين يقول يا جماعة، يقول هسه احنا شلون يعني من نتزوج، من نلتقي، من نكون عائلة، ما شابه، من شلون يعني نبقى هيجي. فقلت له يابا شلون، شنو الموضوع؟ قال والله يا ابو حسين، انا رحت على انسانة عراقية، هو رجل هم عراقي، زين قدمت على هاي المرأة. شو هذا؟ قصبوني قصب 5 كيلوات ذهب، زين 5000 غايب، 10000 حاضر، 10000 دولار يورو، يعني 5000 يورو. ادري شنو، ما تقول لي انت دا تبيع بيتك احمل اهلك، بس اريد افتهم، انت دا تبيع بيتك حتى بالعراق هناك والله الوضع يختلف. زين مثلا ممكن يشتغل ممكن ما يشتغل، او عنده مصلحة او موظف، تعرفون جماعتنا هناك من موظفين، زين وعنده راتب وهذا وعلى حسب الوصول اوكي، يعني يقدر يعيش، زين يقدر يعيش يعني من هالسوالف هاي. زين بس هنا مشكلة، هنا اوكي هنا بعضهم يعني اصدقائنا على السي بي اس واو سي ام واي، او مثلا يشتغل بعقد او شوماج، زين فاكيد
اكيد اكيد يعني هيك حاله ضغط، ولو هنا الحمد لله والشكر هنا ما حد يموت من الجوع عكس بلادنا. هناك لا ما حد يسال عليك، ما حد هذا، هنا لك حقوق، هنا لك واجبات، والدوله توفر لك كل شيء. المهم نرجع لموضوعنا، موضوع هاي الواقع هذا مالتنا، يعني الى متى نقول يابا، الى متى ما نشوف وضعنا؟ يعني انت لتبيع بنتك، هو انت قاعد هنا وقاعد وعلى OCMI او على CBS او واحد من العائله يشتغل مثلا وعنده عقد وهذا زين وطالع شوماج، يعني وبعضهم متجنسين، يعني اصدقائنا متجنسين زين، فيطلب مطالب هوايه وكثيره. وبصراحه العريس الشاب هذا مين يجيب خطيه؟ يعني بالعراق مين يجيب؟ وهنا هم مين يجيب؟ يعني يا اما مثل ما قلنا يا اما عايش على CBS ولا سومي وما شابه ذلك، او قاعد في عقد، مسوي عقد وقاعد مثلا، او مخلص عقده او مكمل العقد مالته، او دا يشتغل خطيه. واكيد هذا من حقه مثل ما احنا من حقي مثلا سأل او غيري من الشباب، من حقهم انه يتزوج ويكون عائله بلا لعب بلا هذا بلا جسمه زين. فشوف انه مطالب هوايه، يا ما رحت ويا جماعه قراءه فاتحه وهذا زين وعلى حسب الرسول زين، وراها يا اما فشلت يا اما ما اعرف ايش، يا اما قلبوا عليهم اهلهم اهلها يعني، او يوميا سالفه شكل، يا بجيب لنا هيجي يا ما اعرف شنو ادري. وبقره حلوب خما بقره حلوب الرجل، يعني انت ابو البنت الله بالخير عليك عمي الغالي زين، ادري انت بدك تبيعها، شنو هي بيعها؟ هي سلعه خما؟ هي سلعه، هي هاي المراه من حقها انه تتزوج، والرجل هم من حقه يتزوج ويقعد. نو نو دوزلي نو سموك دوزلي اوكي يريد من عندي سيجاره وانا ما ادخن زين، يريد عندي جداحه ولاعه وانا ما ادخن زين. حبايبنا نرجع الموضوع، وضع لازم شويه يكون محسب ومدروس ومرتب، بحيث ما يوقف بعثر شو مثل ما يقول حجر عثره هالزواج هذا خطيه. يعني هذا الشاب عايف اهله هناك وش اسمه، يقدر يرتبط بانسانه سواء كان يعرفها او ما يعرفها او عنده علاقه بيها او ما شابه ذلك، لانها عاديه يعني ممكن تكون علاقه. بس وين يا ترى، وين اكو ناس يقدرون ويحترمون ويشوفون الوضع يعني، ويتزوج او تتزوج بنته، او الولد الجاي يخطب بنته انه ياخذها ويحترمها ويصونها ويقدرها ويكون اسره ويستقرون، والله هم الله سبحانه وتعالى انه يعني شلون مثل ما نقول يفتحها بوجههم زين. فانت يا صاحب يا ابو البنت، الله بالشاب، الله بالعريس اللي يقدم على بنتك خطيه. يعني اول شيء انه هل امكاني يا اما مجمع لك كم فلس خطيه، يا اما هو دا يشتغل وراتبه زين فوق ال 1600 هيك 1700، او مجمعهم خطيه خانق العفو، او خانق خطيه من راتبه، وبالاخير زين يريد يتزوج مكون له 5000 4000 يورو خلال هاي الخمس سنوات او الست سنوات او السبع سنوات، ممكن شكو بيه واحد يجمع ويتزوج بالحلال ويكون اسره، ومن حقه هذا. فانت يا ابو البيت ابو العائله واللي عندك بنت شويه استاهل بالموضوع، لانه هاي خطيه. وخلي انه شيء سعر مو يابا، انت تعال ابني، انت هاي زوجتك هاي بنتي امانه، ودر بالك عليها، وهل موجود هذا، وعيشوا بسلام وعيشوا باطمئنان
وغاس براس وقعدوا واستقروا والله يفتح وجهكم. وبابا هذا لكم يعني انت وبنتي لكم، هذا ايش قد تخلون انت هاي الك وزوجتك يعني، وهاي الها هم حقوق صحيحه، هي حقوق حقوق الزوجه، بس مو هيك يعني، مو هيك طلبات وهاي السوالف. فاتمنى من هذا الفلوك يوصل الى كل العوائل العراقيه والعوائل العربيه زين، انه هلا هلا بالشاب عندما يجي يقدم على بنتك او على ابنك او على ما شابه ذلك، وشوف انه يعني خاف محتاج في الشيء، خاف هذا انتم قدموا له مساعده، وهذا ما راح يروح، ما راح يخطب بنتكم، ما راح يخطب بنتكم، بالعكس هذا راح يحبها ويحترمها ويقدرها ويقدركم بنفس الوقت. هاي المطالب انه الحواجز والله 5 كيلو ذهب، والله 10,000 غايب و10,000 حاضر و5,000 مدري منو، زين هاي شويه مثل ما يقول خلي الله بين عيونكم عمي. زين ترى الاجنبيه اذا حبت، او اذا انت الشاب العربي او العراقي خطب اجنبيه بلجيكيه او ما شابه ذلك، حلقه تكفي، حلقه واحده تكفي هاي، ويجيبها وخلاص وانتهى الموضوع. فهي نفس المرة نفس المرة، نفس الزوجة نفس الإنسانة نفس الإنسانة، وبعد ما أقدر أحكي وايد زين هالأمور هذا، نفس الإنسانة ما أقول لكم غير شيء، زين نفس الإنسانة. فأتمنى من صاحب أو صاحب العائلة واللي عنده بنت حلال وبنته ومرتبها ومؤدبها ومحترم يعني شلون معيشها على حسب الأصول، انه يعني بنته يحافظ عليها، وبنفس الوقت من يعطيها الشخص انه يعطيها الامانه قدها وقدود، مو يعني شو اسمه انه السعر الزايد وسعر زايد وما شابه ذلك. اكيد اتهمتوني وافتهمتوا الفلوك مالتي او الفيديو او الحديث مالتي، ف يعني خلوا الامور سلسه. تعال ابني شنوش عندك، تشتغل بابا لو ما تشتغل، عندك راتب قوي، عندك راتب هاي تقدر تعيشها، راتبك ويا راتبك هي ما راح نفس الشيء، الراتب مالتها اللي كان يم ابوها ويم عائلتها هو راح يرجع وراح يزيد ويرجع شلون الحالة حال اي 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 انسان. وانت عندك راتب تشتغل مثلا زين، راتبك ما راح ينقص، بالعكس انت راتبك واحد هو راتبك وهي راتبها واحد زين عيني. واذا اثنينكم تشتغلون اشتغلوا، بالعكس، والاطفال اكيد راتبهم ما ينقطع وراتبهم جايز زايد، وعيشة هنا سهله يعني تدبر. فيا ابو البنت هلا هلا بالشاب العراقي وهلا هلا بالشاب العربي، زين زين هوايه هوايه امور دا اسمع هوايه امور. فهذا اهم شيء الفيديو او الفلوك انه يوصل الى اكثر عدد ممكن من العوائل، حتى شويه يعيد النظر ويعيد التفكير بهذا الامور. واتمنى من عندكم حبايبنا اللي بمشترك بالقناه مالتي انسايد بلجيم من داخل بلجيكا ان يشترك بالقناه فضلا لا امرا، وليس امرا حبيبي وليس امرا زين حبايبي. واتمنى انه تخلون لايك وشير الى اصدقائك، لان هذا الموضوع كلش مهم، ومواضيعنا اكيد كلها مهمه في هذا البرنامج من واقعنا. تحياتنا لكم وين ما تكونون، ومع السلامه.